كمان فريق ليفربول الانجليزي انضم لقائمه الانديه اللي هي عايزه تفوز او تحظى بخدمات اللاعب النرويجي ايرلينج هالاند مهاجم بورسيا دورتموند الالماني، وطبعا المتوقع ان هو يرحل عن النادي في نهايه الموسم الحالي. هالاند دلوقتي بيشعل الصراع ما بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان على ضمه خلال فتره الانتقالات الصيفيه اللي جايه، قبل طبعا ما ينضم ليفربول لسباق المنافسات وبرشلونه كمان. وكانت تشيلسي كمان واحد من المهتمين بشده بالتعاقد مع الدولي النرويجي الشاب، لكن خلاص طرف النظر عن الصفقه دي بعد تعاقده مؤخرا مع البلجيكي رومالو لوكاكو. وكمان انضم هالاند لدورتموند في يناير سنه 2020 قادم من ريد بول ساسبرغ مقابل 20 مليون يورو، بالاضافه كمان ل 23 مليون يورو كمكافئات تعاقد، 15 مليون لامينو رايولا و8 مليون اخذهم والد هالاند.